اليوم آخر محاضرة بالكورس، بدنا نكمل. إحنا أخذنا الأوكس بروسيس بالمحاضرة الماضية، وبالأوكس بروسيس شفنا one catalytic cycle based on cobalt system، وقلنا إنه الكوبالت بعطي برانش مع اللينير، اللينير بكون أعلى والبرانش أقل، والخطوة اللي بصير فيها لينير versus برانش اللي هي الانسيرشن step. فإذا الانسيرشن proceed as Markov-Nkov addition بعطيني اللينير، وإذا أنتي Markov-Nkov بعطيني البرانش. كيف ممكن نزيد نسبة البرانش؟ بدنا نزيد الستيريك إفكت على الكوبالت. إذا زادت الستيريك إفكت على الكوبالت بصير التفاعل يروح more linear. والعلماء عملوها هاي بإضافة فوسفين، بدل ما كانوا عندنا الليجانز على الكاتاليست كلهم كربونيل، الأربعة كربونيل، شالوا واحدة وحطوا فيها محلها فوسفين. فإذا حطينا فوسفين جروب على الكوبالت بنزيد الستيريك إفكت وبزيد اللينير تشين. وكمان لقينا إنه وجود ترايفين الفوسفين بقلل الرياكشن كونديشنز، بدل ما كنا نستخدم 200 ل 300 بار بريشر بنصير نستخدم 50 ل 100 بار، أقل بكثير البريشر بصير. يعني معناها إنه الكوبالت فوسفين كومبلكس more reactive than الكوبالت كربونيل كومبلكس. خلينا نشوف وجود الكربونيل الفوسفين كيف بيعمل مور لينير. شوفوا احنا بنوصل لخطوه فعليا اوكي. هذا الستارتنج كاتاليست كوبالت عليه 3 ترايفين سي او جروبس، واحد ترايفين الفوسفين، واحد هيدروجين. باللي شفناه الماضي كانوا كلهم كربونيل. اول خطوة بالسيستم تطلع سي او بشوك محل الالكين، الخطوة الثانية بصير فيها الانسيرشن رياكشن. الانسيرشن الإيثيلين كوبالت هيدرايد بوند، وشوفوا لانه هون الانسيرشن فيها على الكوبالت بيج جروب اللي هي ترايفين الفوسفين، بصير الار جروب بتروح away from the cobalt atom، تعطينا more linear، تعطينا more linear. اذا اجت الار هون على الكربون هاي بكون الشانس اقل لان الستيريك افكت اعلى. بعدين بتكمل بنعمل سي او انسيرشن رياكشن، بتكون الاسيل ديريفاتيف، بعدين another H2 oxidative addition و ريدكتيف إليمينيشن بعطيني اللينير تشين. ظروف الحرارة هون 100 ل 180 دقري، أقل تقريبا 50 درجة من الكوبالت تتراكربونيل، وال البريشر أقل من 50 ل 100 أتموسفير، والتفاعل بيكون من 5 ل 10 تايمز سلوور ذان الكربونيل كومبلكس. يعني اللينير الفوسفين تعمل الكاتاليست لس رياكتيف، بصير التفاعل ابطا وبتعمله مور سيلكتيف. خليني هون بس زياده نضيف عليها هاي، كيف بيطلع الكحول من الهيدروفورميليشن رياكشن. الخطوة اللي بتكون فيها الألديهايد، الخطوة النهائية، برجع الألديهايد بشبك مع الأكسجين، وحطينا هاي حطينا محل الـ R CH2 CH2
حطينا محلها آر برايم بس للتخفيف. فبشبك من الأكسجين، وهي الرابطة كثير بتكون ضعيفة إنه يشبك من الأكسجين بوند، عشان هيك هذا التفاعل بيعطي very small amount of alcohol، لأنه شبك الألديهايد من الأكسجين بيكون ضعيفة كثير. بعدين هذا بيخسر CO وبترجع هاي يعني دي insertion reaction، CO group هاي بتطلع وبتشبك R group محلها، وبتيجي O بتشبك محل من الكربون من الميتال، بعدين بنخسر CO H2 addition. الفرق هون بين الخطوة الأولى اللي بيطلع فيها الألديهايد والثاني، هون بكون شابك من الأكسجين وهناك بكون شابه من الكربونيل كربون. فهي البروسيس اللي تحت الصغيرة اللي فيها أربع خطوات اسمها الهيدروجينيشن رياكشن اللي بتطلع لي الألكوهول. شوفوا خلينا نشوف تأثير الفوسفين جروبس على الرياكشن ريت وعلى البيرسنتج ييلد اوف لينير الديهايد. اذا باخذ الميكسشر من الكوبالت 2 سي او 8 مع فوسفين جروب، يعني الكاتاليست احنا بنعمله within the reaction in situ مسميه، بناخذ كوبالت 2 سي او 8 وبنضيف عليه 2 فوسفين جروبس وبكونوا لي الاكتيف انترميديت بالاخر اللي هو اتش سي او سي او 3 ترايفينيل فوسفين واحده. اذا باخذ الايزوبروبيل فوسفايت الفريكوانسي لها والكون انجل والريت والبيرسنتيل، فاذا باخذ الايزوبروبيل جروب الايزوبروبيل الكبيره الكون انجل لها 160، الريت تبعها بكون 2.8 وبتعطي برانش 85%، بتعطينيش برانش، بتعطي لينير 85%. فهاي الفيري بيج جروب اللي لها كون انجل عالية التفاعل له 2.8 واعطتني بس لينير الديهايد. اذا باجي للبي ايثيل 3 الكون انجل بتقل ل 132، الريت بضل almost the same بتغيرش، اللينير بزيد بصير حوالي 90%، بس شوف التون برانشت الديهايد 0.9 أو الكهول. إذا أخذنا الـ N-propyl group 132 الريت بزيد والبرانشت تقريباً بصير زي الإثل وبظهر شوية الكين زيادة. فإذا كانت الليجاند لارج الكون انجل اللي لها عالي تعطينيش البرانش تشين، اذا صغرنا الرينج شويه وزدنا الالكترون دنسيتي لها يعني صارت مور الكترون دونر الريت بزيد وبصير عندي شويه باي برودكتس. اذا باخذ البي بيوتيل 3 الكون انجل لها 136 الريت 3.3 اللي هو اسرع شيء شفناه، وبالمقابل البيرسنت لينير الديهايد عالي. فاحسن تشويس بالكيمستري انه ناخذ البي بيوتيل 3، بتزيد الريت، شوفوا الريت 3.3 وبنفس الوقت اللينير برودكت عالي لها. اذا بحط أريل جروب فينيل جروب الريت بزيد ولكن البرانش اللينير الديهايد بقل، فصار في عندي تو فاكتورز. الفاكتور الأول إذا كبرت الفوسفين اللينير بزيد والباي برودكتس بقلوا، إذا زدت البيسيسيتي إلها بصير الريت أسرع، الريت بصير أسرع اللينير الديهايد ما بتغيرش بناء على الالكترون دونر ابيليتي، بس بيطلع عندنا باي برودكت. فهي يعني من تجارب الناس بيضلهم يجربوا ياخذوا فوسفينز
وجربوه، بعدين باخذوا البيست كونديشن اللي بتناسب الصناعه وبيطبقوها. البيست كونديشن بده يكون عندنا لينير تشين عالي، هو احسن شيء اسرع تفاعل. يعني اذا كان التفاعل سريع كثير وبعطيني برانش مش مرغوب بالاندستري، لانه بصير عندنا مشكله السيباريشن. اي استفسار لحد الان يا شباب؟ شوفوا بعد الـ بعد الكوبالت كاتاليسيس سيستم العلماء اتجهوا للروديوم. الروديوم نفس المجموعه ولكنه تحت الكوبالت. الروديوم اغلى كثير من الكوبالت كاتاليست، بس السلكتيفيتي له كثير اعلى. فبصير عندنا بالصناعه يعني بدنا نوازن بين هم بالاخر الصناعه بهمهم المردود المادي، كم بدنا نربح هيك بيقولوا. اذا استخدمت كاتاليست غالي بعطيك ييلد، بعطيك سلكتيفيتي اعلى. هل السلكتيفيتي هاي بتعوض سعر الكاتاليست الاغلى ولا لا؟ اذا بتعوضه بمشوا له، اذا ما بتعوضه بيرجعوا على الاصلي. اللي بدا بالروديوم فوسفين كاتاليست عالم اسمه اوزبورن بسنه 65. أوزبورن أخذ الروديوم كومبلكس، أول إشي بدأ زي ويلكنسون بالروديوم فوسفين كاتاليست، وبعدين حوله لفوس روديوم كاربونيل كومباوند. فبالروديوم في عندنا تو كاتاليست سيستم، واحد بيستخدم كلهم فوسفين وما فيش كاربونيل، في واحد بيستخدم كاربونيل وفوسفين ميكس. خلينا نشوف اللي بيستخدم فوسفين وكربونيل ميكس، وهو روديوم HCO2 ترايفينيل فوسفين باي 2. يعني اذا بنقارنه بالكوبالت هذا بيشبه الكوبالت فوسفين سيستم، بس غيرنا الروديوم واخذنا هون تو ترايفينيل فوسفين جاست فور ستدي، مش لا شيء معين. يعني خلينا ناخذ الكاتاليتيك سايكل لها ونشوف كيف بتكون البرودكت وليش بتكون لينير مور ذان برانش الديهايد. اول شيء بيخسر سي او جروب، بتكون 16 الكترون انترميديت، روديوم عليه 2 ترايفينيل فوسفين كاربونيل هيدرايد. اول خطوه بضيف الالكين ايتا 2 الكين، صار في عندي بالانترميديت تاب الكين وجنبه هيدروجين، بيعملوا انسيرشن رياكشن وبعطيني روديوم ترايفينيل فوسفين ترايفينيل فوسفين CH2CH2R، وهي الخطوه هي اللي مسؤوله عن تكوين اللينير الديهايد. ليش بتكون هون لينير الديهايد؟ شوفوا لانه في عندي تو بيج ترايفينيل فوسفين جروبس على الروديوم، هذولا التو بيج جروبس بخلوا الار تروح اواي فروم روديوم. بعدين بخسر بنضيف انذر سي او بعمل لي 5 كوردينيت، صار في عندي الكيل جروب جنب سي او بصير سي او انسيرشن رياكشن مشان اكون الفورمال جروب. بعدين بخسر سي او او بعمل اوكسيديتيف اديشن رياكشن. اذا عمل اوكسيديتيف اديشن بضيف تو هيدروجين اتومز المولكيول، ورا الاديشن اوف هيدروجين بيطلع لينير الديهايد وبرجع الستارتنج ماتيريال. هذا الانترميديت اذا اضاف سي او بعطيني ديد اند، بعطيني كومبلكس، والكومبلكس هذا ما بقدر يكمل كاتاليسيس. اوكي، قلنا حتى نتأكد إنه الكاتاليتيك سايكل تبعتنا صحيحة بدي أشوف الرياكتنس. هل استخدمت الرياكتنس كلهم؟ أول خطوة أضفنا الكين، الخطوة هاي أضفنا سي او، وهون أضفت اتش 2. هذول الثري رياكتنس، الكين سي او هيدروجين، وطلعت البرودكت اللي حاطه بالمربع الأزرق الألديهايد. خلينا نبدا نسمي الخطوات. اول خطوه شو اسمها يا شباب؟ اول خطوه
بروح من 5 coordinate ل 4 coordinate compound. elimination صح دكتور؟ elimination او هي مش elimination، عادة elimination بنطلع شغلتين مع بعض، هاي بسميها ligand dissociation او simple dissociation reaction. الخطوة الثانية لما بضيف الالكين صار عندي species A و species B، اضافتهم معطوني one species. شو اسمها هاي الخطوة؟ عكس الاولى association. ممتاز يا علي، هاي association. association من هون لهون كان عندي الكين وهيدرايد وصاروا الكين جروب. insertion. insertion reaction. insertion او insertion. insertion إذا بدك تكمل الاسم insertion of alkene into rhodium hydride bond. من هون لهون simple ligand addition. من هون لهون يا شباب شو سميناها هاي؟ هاي كمان اسمها insertion reaction CO insertion. إضافة الهيدروجين oxidative addition. وآخر خطوة reductive elimination. إذا باجي بدي أحسب الأكسيديشن ستيت، الروديوم هون بلس 1 و18 إلكترون، الروديوم بلس 1 16 إلكترون، روديوم بلس 1 18، روديوم بلس 1 16، روديوم بلس 1 18، روديوم بلس 1 16. هون بس تغيرت الأكسيديشن ستيت، روديوم بلس 3 18، برجع بعدين روديوم 1. شوفوا بالسيستم هذا، هذا سيستم نايس لأنه بكون عندي 18 16 18 16 18 16 بتتابعه، ولما بمشوا بهذا السيكونس 16 و18 بكون الانترميديات كوايت ستيبل. ما شفناش 14 إلكترون سبيشيز زي الهيدروجينيشن رياكشن هون. الكاتاليست اللي هو H روديوم CO2 ترايفينيل فوسفين 2 very selective to aldehyde، يعني بس بيطلع aldehyde، فيش كحول وفيش الكين، ما بيطلعش منه باي برودكتس ثانيات، وبعطيني very high linear aldehyde versus the branched. والريشيو تقريبا بتكون 20 لواحد، يعني كل 20 مولكيولز لينير بيطلع 1 مولكيولز برانش، وهي فيري فيري هاي ريشيو اكشوالي. كمان الكونديشن بتقل كثير بحيث انه التفاعل بصير على الروم تمبريتشر و 1 بار من البريشر الاتش 2 والسي او، فبتبطل تحتاج حرارة وبتبطل تحتاج ضغط، معناها انت بتقدر تعمل التفاعل بنورمال كونديشنز، يعني ما بتحتاجش رياكتور بتحمل حرارة عالية. هذولا كلهم الفاكتورز، ما فيش باي برودكت، في لينير عالي، في روم تمبريتشر وبرشر مقبول، بيعطوا الاندستريال امبورتنس للروديوم كثير عالية. يعني الناس بصير اللي بده يعمل مصنع او بده يعمل اندستري بصير ربحه عالي، ما بتهوش حراره، ما بتهوش رياكتورز، وما فيش سيبريشن بروبلمز للبرودكتس. فال تقريبا من 20 سنه او اكثر الكل معظم الاوكس بروسيس بتنعمل بالروديوم كاتاليست مش بالكوبالت. شوفوا هون اي تغيير على الكاتاليست مهم كثير وبيجيب فلوس كثير للاندستري، وفي شيء الناس بيعملوه بيتنت بنسميها بيتنت،
فأجوا شركة كيميائية أخرى اسمها اليونيون كاربايد وعملوا موديفيكيشن على الويلكنسون كاتاليست. البيتنت هاي شو معناها؟ احنا دائما لما بنشتغل ريسيرش بنعمل اشياء جديده مش موجوده او ما حداش عملها قبلنا. اذا هاي الاشياء مهمه بالصناعه او بالادويه او بالبيئه او باي مجال بالحياه، اللي عملها ما بنشرها، لانه اذا نشرتها صارت ملك للجميع. يعني خليني اعطيكم مثال، انا مثلا عملت ماده ولقيت انه هاي الماده مقاومه لمرض معين، واجيت نشرت البحث تبعي بمجله والنشر عالميا، اي واحد بالعالم بيقدر ياخذ البروسيجر تبعتي ويشتغلها لحاله بدون ما يرجع لي، يعني بكون انا فقدت حقي فيها. هذا الشغل بالغالب بنعمله احنا الاكاديميين، احنا بنشتغل وبننشر مباشره. بالصناعة لا، ما بيشتغلوا مشان ينشروا، بيشتغلوا مشان يطوروا صناعتهم. فإذا صار في تطوير بالصناعة، مثلا هذا نفسه اللي عمل الدواء كان بيشتغل بالصناعة ما بنشر البحث تبعه، بروح بسجله بإشي اسمها بيتنت، بيتنت براءة اختراع. وفي مكاتب لبراءات الاختراع بأمريكا وأوروبا، حتى احنا عندنا مكتب صغير للاختراع. بتروح انت بتسجل اني انا اخترعت دواء لهذا المرض، والدواء بتكون من المواد التالية، وما بعطي ديتيلز عليه، أي واحد بده يستخدمه بده يشتري مشترى مني. فبصير هنا البزنس، كيف الناس تشتغل بزنس. خليني أعطيكم مثالين عليها توضيحيات. بتعرفوا الفياجرا اللي هو العلاج الجنسي؟ الفياجرا رخيص بالعالم ورخيص كثير مقارنة بالأدوية الثانية. ليش الفياجرا رخيص؟ لأنه ما عليه بيتنت. الفياجرا كان من زمان موجود، كانوا بيستخدموه علاج للأوعية الدموية، اللي عندهم مشاكل بالأوعية الدموية كانوا بيعطوهم الفياجرا. بعدين بالصدفة في طبيب هندي اكتشف إنه هذا مقوي جنسي، وكتب إنه هذا مقوي جنسي، والناس صاروا يستخدموه. فكل الشركات تعرف طريقة تصنيعه، صاروا يصنعوه وبنباع رخيص. بالمقابل مثلا علاج الكورونا الحديث ما حداش بيعرف تصنيعه لحد الآن، ولأنه جديد كل الناس شو عملوا عليه؟ بيتنس. ففي شركات بتبيعه كثير غالي، بعدها لما يصير available ومتوفر وكل الشركات تقدر تصنعه بصير سعره كثير رخيص. وإذا سمعتوا عنها، هاي الحديث كان منظمة الصحة العالمية وأمريكا، وزارة الصحة الأمريكية طلبت أكثر من مرة إنه أي اكتشاف بالكورونا ما يكونش بيتنت، يعطوه للكل بحيث إنه أي واحد يقدر يصنع، يعني مش بس يصنعوه فايزر وبيونتك وأكم شركة في العالم، لا، يعطوه بحيث إنه أي شركة بالعالم تصنعه مشان يصير كومون والناس تأخذه ونخلص من الكورونا. فبالصناعة دائما بيمشوا على البيتنس. اليونيون كاربايد اشتغلوا على الروديوم كاتاليست كثير، طوروا عليها تطويرات بسيطة جدا ككيميائيين، ولكن بالنسبة لهم كويسة وجابت لهم دخل عالي كثير. شوفوا باليونيون كاربايد اشتغلوا على ديفرنت فوسفينز. إذا بنأخذ الروديوم CO3 هيدرايد، هذا highly reactive ولكنه non-selective زي الكوبالت، يعني بعطي very high yield من الألديهايد والباي برودكتس وما بعطيش لينير كثير مقارنة بالبرانش. إذا بأخذ اللي عليه 3 ترايفينيل فوسفين بالمقابل بكون inactive، لأنه الميتال كراودد، لا بتقدر الألكين تقرب ولا بقدر يعمل أكسيداتيف أديشن. اللي بيناتهم اللي فيه 2 COs و 1 ترايفينيل فوسفين أو العكس، هذول الاثنين أكتف وبزيدوا سيلكتيفيتي، وأحسن واحد بزيد سيلكتيفيتي اللي فيه 2 ترايفينيل فوسفين جروب و 1 CO.
في أشياء مش مهمة بدي أمر عليها لضيق الوقت. في تطوير آخر على الروديوم كاتاليست، إنه استخدمنا كيليتينج فوسفين ليجانز. إذا بعمل كيليتينج فوسفين ليجانز بعمل استابيليتي زيادة للكومبلكس. هذا الكومبلكس ممكن يفقد، يعني يكون either 5 coordinate or 4 coordinate بسرعة، وهي بتساعد على الرياكتيفيتي للكومبلكس. وفي كمان هيدروفورميليشن رياكشن بتصير بالمي. مشان تصير بالمي بدنا ووتر سوليوبل كاتاليست. الكاتاليست اللي ووتر سوليوبل حطوا على الفوسفين سلفونيت جروب SO3-Na+، هاي انايونيك، فصاروا يذوبوا بالمي وستيبل بالووتر. فاذا في اذا في بالسيستم ووتر ما بأثر على الرياكشن وبصير. اوكي خلينا ناخذ بروسيس ثالثه. يعني اخذنا لحد الان تو بروسيسز، اخذنا الهيدروجينيشن وشفنا الكاتاليست تبعتها، واخذنا الاوكس بروسيس وشفنا الكاتاليست تبعتها. في بروسيس ثالثه اللي هي بنسميها مونسانتو بروسيس، او سمتايمز يسموها اسيتيك اسيد سينثيسيس. الاسيتيك اسيد واحد من اهم الاورجانيك كومباوند، الاورجانيك كومباوند اللي بتستخدم بالصناعه، وله استخدامات كثيرة. طبعاً الأسيتيك أسيد إحنا بالأورجانيك بنقدر نحضره من الأكسيديشن رياكشنز، والييلد فيهم مش عالي كثير، وعادة هذولا بيجوا من فود سورسز. يعني بتعرفوا كيف صناعة المخللات عندنا، نفس الإشي اللي هي تأخذ الكهولز اللي بالفود، بالخضار، بالفواكه، تم الأكسيديشن بعطيك أسيتيك أسيد. ولكن هاي مش مجدية صناعيا. فبالصناعة اكتشفوا المونسانتو، هذا اسم عالم، اكتشف البروسيس. وسمتايمز بي 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 بتعرفوا شو بترمز لإيش يا شباب؟ هي البي بي بريتش بتروليوم. بريتش بتروليوم هي شركة عالمية للتنقيب عن البترول، من أكبر الشركات العالمية. وإذا إنكم مش متذكرينها وما بتعرفوهاش، خليني أذكركم، قبل كم سنة صار حادثة، واحدة من الحاملات النفط البواخر العملاقة كانت على شواطئ أمريكا، وصار في تسرب كميات هائلة من النفط على المحيط، وصار في عليها ضجة، ماتت أحياء بحرية كثير وأثرت على الشواطئ. وبعدها صار البريتش بتروليوم أسهمها نزلت كثير بعد الحادثة هاي. البريتش بتروليوم هم اللي عملوا البروسيس عن طريق العالم مونسانتو. شوفوا البروسيس very simple، نأخذ الإيثانول منضيف عليه CO، فكأنه بصير عندي إضافة للCO على الكربون اكسجين بوند، كأنه حطينا الكربون مونوكسايد CO بين الكربون والاكسجين بوند. طبعا هاي بالاورجانيك لا يمكن تصير البروسيس، بالاورجانوميتاليك بتصير، وبنشوف هسه كيف بتصير وشو الميكانيزم تبعها. اوكي هاي ثاني لارجست اندستريال بروسيس تستخدم ميثيل كربونيل از كاتاليست. أول واحدة الهيدروفورميليشن رياكشن. شوفوا منطلع تقريبا العالم بطلع 7 بليون باوندز من الأسيتيك أسيد كل سنة بهاي الطريقة. قبل السبعين كان الأسيتيك أسيد يتحضر عن طريق الكوبالت كاتاليست.
كانت بتصنعه شركة البي اي اس اف، هاي شركة كيماويات وأدوية ألمانية وعالمية من أكبر الشركات العالمية. بعد 70 صارت المونسانتو بروسيس هي أكثر طريقة لتحضير الأسيتيك أسيد، وقلت لكم اللي بنتها البريتش بتروليوم وبعدها معروفة باسم بريتش بتروليوم. كمان بالمونسانتو بروسيس نستخدم إيذر الكوبالت كاتاليسيس أو الروديوم كاتاليسيس، والروديوم أحسن من الكوبالت. شوفوا كونسنتريشن للرياكتنتس هون لازم يكونوا بالرينج العشرة قوة ناقص واحد، سوري الكونسنتريشن للكاتاليست لازم يكونوا عشرة قوة ناقص واحد، بينما بالروديوم عشرة قوة ناقص ثلاث، معناها بحتاج كمية أقل 1000 مرة من الكاتاليست تبع الروديوم مقارنة بالكوبالت مشان يعمل نفس البرودكت. التمبريتشر هون 230 هون 180 أقل 50 درجة. البريشر هون very high من 500 إلى 700 أتموسفير هون من 30 إلى 40. السيلكتيفيتي هون حوالي 90% هون 99%. H2 effects بعطي هون ممكن يطلع عندي من البروسيس CH4 والديهايد وإيثانول، وهون ما بطلعش إشي. فالروديوم كاتاليست أحسن كثير للأسيتيك أسيد بروسيس من الكوبالت كاتاليست زي ما شفنا بال أوكسو بروسيس. خلينا أشوف الميكانيزم لها. الكاتاليتيك سايكل لها تو سايكلز يا شباب، تو سايكلز. واحدة إذا بتشوفوا هون، واحدة هاي المربعة أورجانوميتاليك رياكشنز، وهاي الصغيرة أورجانيك رياكشنز. البروسيس الاكتوال بروسيس احنا هنا الرياكشن ريبريزنتد باي CH3OH اللي هو الكحول مع CO بيعطينا الاسيتيك اسيد. هذا الفيري سمبل رياكشن. اكتوالي احنا بنستخدم بدال CH3OH بنستخدم CH3I لأنها الـ I good leaving group، وبنستخدم مشان أحول من CH3I لـ CH3OH HI water. فمحتاج بالإضافة للـ two reactants هذول الميثانول والـ CO بحتاج HI water. خلينا نشوف شو دورهم وليش بنستخدمهم هذول الـ two reactants. الروديوم الروديوم كاتاليست بكون روديوم I2CO2 هذا الكاتاليست. باجي بفعله مع CH3I، هسا بنشوف منين بنجيب CH3I. تعمل اوكسيديتيف اديشن رياكشن، و CH3I بتعمل ترانس اوكسيديتيف اديشن، فبعطيني روديوم 6 كوردينات. هاي اضفنا CH3 والI. بعدين صار في عندي CH3 انا يونيك ليجند جنب CO، بصير CO insertion reaction تعطيني الأسيل جروب. تدخل another CO محل CH3 اللي عملت الـ insertion. بعدين في عندي CH3COI بطلعوا مع بعض بريدكتيف elimination reaction وبرجع regenerate الكاتاليست. شوفوا الأيودايد بوجود المي بعطيني الأسيد وبعطيني HI معه. الـ HI هذا بتفاعل مع الإيثانول وبحوله لـ CH3I. فهي الـ Organic Reaction اللي بيصير. فبحتاج الـ HI مشان أحول CH3OH لـ CH3I، وبحتاج الـ H2O مشان أرجع الـ Iodide اللي تكون للأسيد. فهي وجود الـ Iodide ووجود الـ Water. هذا الـ purpose of HI and H2O in the process. مشان أتأكد إن هاي الـ reaction صح،
هذا عندي الميثانول رياكتنت وهي سي او رياكتنت، هذول تو رياكتنتس دخلوا معي واعطوني الميثانول. شوفوا ال H2O ظهرت تون واستهلكت تون، ال HI استهلكت تون وظهرت تون. هذولا يعني ال HI وال H2O بحتاجهم كتاليتيك اماونت، ما بحتاجهم كميات كبيرة، لأنهم هذولا regenerate themselves within the system. خلينا نيجي نتأكد الخطوة الثانية من أسماء the processes. هاي كان عندي روثينيوم سوري روديوم 4 coordinate، صار روديوم 6 coordinate. شو البروسيس هاي اسمها يا شباب؟ هاي شباب شو اسمها هاي البروسيس؟ هون بصير اوكسيداتيف اديشن، اوكسيداتيف اديشن ل CH3I على الروديوم كومبلكس. الخطوه من هون لهون CO insertion reaction، من هون لهون ليجند اديشن، من هون لهون ريدكتيف اليمينيشن. هذول اورجانيك رياكشنز، اللي برانيات اورجانيك رياكشنز. الروديوم الاوكسيديشن ستيت له هون بلس 1 بلس 2 شوفوا عليه ماينس 1 مزبوط؟ صح. في 2i ماينس فعدلت شحنه واحده. هون صار روديوم بلس 3، هنا ظل روديوم بلس 3، هنا روديوم بلس 3 ورجع روديوم 1. هذا كان 16 الكترون، هذا 18 الكترون، هذا 16 الكترون وهذا 18 الكترون. هاي البروسيس اللي بتصير. هاي الميكانيزم من أكثر الميكانيزمات اللي مدروسة ومثبتة إنها صحيحة. السبب شايفين هذا الانترميديات اللي فيه COCH3، إذا بعمل له IR وهو فعليا هذا trapped ومعمول له IR ببين فيه عندي كاربونيل جروب عند الألفين وببين فيه الأسيل جروب عند الألف وسبعمية. فبالIR موجودات هذول الثنتين، فإنديكيشن إنه هذا تكون الانترميديت، الانترميديت تكون، يعني أثبتنا إنه الانترميديت تكون بالآي آر. دكتور تفضلي. هسا عادي لو تعيد الأرض لأني ما كثير استوعبتها. أوكي منعيتها. شوفوا الأكتيف كاتاليست اللي هو روديوم CO2I2، هذا الاكتيف كاتاليست. اول خطوه بتصير فيها بنعمل اوكسيداتيف اديشن ل CH3I. لا الدكتور انا قصدي على الثانيه، هاي الاورجانيك اللي هم الاشياء الصغيره اللي هاي اللي تبعت الاورجانيك استوعبتها. اوكي شوفي هون بنطلع CH3COI، هذا زي الاسيد كلورايد، متذكرين الاسيد كلورايد بالاورجانيك؟ هذا زيه بس ايودايد. الأسيد كلورايد very reactive ولسه الآي أكثر reactivity منه لأنه الآي very good leaving group. فهذا لما يتكون إحنا ما بدنا إياه، إحنا بدنا فعلياً إيثانول. إذا بنحط traces of water بتحول للإيثانول وبعطيني HI، بعطيني بتحول للأسيتيك أسيد سوري وبعطيني HI. الHI اللي بنتج بتفاعل مع الإيثانول وبعطيني CH3I اللي هي بيصير لها oxidative addition. لو ظلت CH3OH زي ما هي ما بنقدر نعمل له اوكسيداتيف اديشن، فيش اوكسيداتيف اديشن لهذا المركب. فوجود الووتر والاي هم اللي بيخلوا التفاعل يمشي. فخطوات الاورجانيك تو سمبل ستيبس، هيدروليسيس للاسيد ايودايد من الاي بتصير او اتش، والخطوه الثانيه سبستيوشن رياكشن، الآي بتحل محل الـ OH بالإيثانول. بس هاي هي البرانيات الأورجانيك. وصلت تمام. آه
شوفوا زي ما قلت لكم يا شباب، صار في أي إضافة بسيطة على البروسيسز هاي بتعمل بتكون مهم كثير بالإندستري وبتجيب فلوس كثير. ففي عالم اسمه كلينيز حط بس ليثيوم أيودايد على البروسيس، ضاف أيودايد، لقوا إنه الأيودايد بسرع التفاعل وبعطي ييلد أحسن. فوجود الأيودايد الرابعة صارت تعمل هذا الكومبلكس، بدل ما كان CO2 روديوم I2 صار هيكسا كوأردينات، وهذا بيخلي CO more positive، عليها more positive. more positive هذا بيخلي H2O يهاجمها ويعطي هذا الانترميديت COOH group، وبعدين هاي تفقد أيودايد تعطينا الانترميديت هذول وبترجع الكاتاليست. فهذا الكاتاليست هو بصير أكتف. فكلينيز هذا عمل بس أضاف ليثيوم أيودايد وسرع التفاعل وأعطى ييلد أعلى. بريتش بتروليوم كمان اشتغلوا على المونسانتو بروسيس وغيروا من روديوم لإريديوم. فإحنا كنا ماخذين الكوبالت أول واحد بالدورة، الروديوم تحتية والإريديوم تحتيهم الاثنين، الإريديوم آخر واحد، وهي نشروها بالدالتون سنة 79. فقط اللي غيروا بدال الروديوم أخذوا الإريديوم. البروسيس بتظلها، الخطوات البروسيس بتظلها تماما زي ما هي، ما بتتغيرش. شو الفرق بين الإريديوم والروديوم؟ الريد ديتيرمينينج ستيب فور إريديوم از ذا مايجراتوري انسيرشن اوف إريديوم CH3 اند إريديوم CO ليجاند. ذا ميثيل أيودايد أوكسيديشن ستيب از فاستر فور إريديوم due to its low electronegativity. يعني الفرق تغيرت الريد ديتيرمينينج ستيب، صار الانسيرشن CH3 للCO هي الريد ديتيرمينينج ستيب. كل ما كانت الإريديوم ليجاند بوند سلو داون ذا مايجريتوري انسيرشن ستيب. يعني المايجريتوري انسيرشن بتصير ابطا والريدكتيف اليمينيشن ابطا. واذا صار التفاعل ابطا يعني الرياكتيفيتي اقل، الرياكتيفيتي اقل معناها عندي less by product. وفي سايد رياكشن اقل كثير بالإريديوم، بس الإريديوم برضو كثير اغلى من الروديوم وما فيش ناس اشتغلوا عليه بالإندستري. وطبعا بالآخر اكتشفوا انه احسن اشي نخلط إريديوم وروديوم مع بعض، بعطوا احسن هاي ييلد. الأزرق شايفين الخط الأزرق هذا، هذا الروديوم لحاله، الخط الأخضر الإريديوم، والخط الأحمر اللي هو إريديوم وروديوم، واحد إريديوم واثنين روديوم. فشوفوا مثلا لحد 5% ووتر بشوف بكون فيه very high yield من الألديهايد. وهاي الدراسة المنشورة بالأمريكان كيميكال سوسايتي جورنال سنة 2004. كمان في تفضل دكتور، كمان ممكن لو لعبنا بالليجند انه عشان يكون مور رياكتيف، معقول ثاني اثر عشرة التفاعل يكون اسرع؟ ممكن. شوف هو هم الليجنز سي او ما نقدرش نبدلها فوسفين بهاي الحالة، لازم تظلها سي او. إذا حطينا فوسفين بصير ان اكتف.
بدك تبدل الايودايد، الايودايد اكثر واحد رياكتيف، يعني اذا حطيت كلور او بروم التفاعل بصير بس ابطا، عشان هيك الناس تركوهم هذول يعني، او احنا ما حكيناش عنهم، غيروا الميتال مباشره. في اخر موديفيكيشن لل مونسانتو بروسيس، وحتى سموها اسم جديد، سموها ايستمان اسيتيك انهايدرايد بروسيس بدل ما كانت اسيتيك اسيد بروسيس. الفرق بيناتهم انه بدل ما كنا نستخدم الووتر، هون ما فيش ووتر بالنظام، ما فيش ووتر، فالفرق بصير عندي الخطوات اللي جوانية هاي الأربعة بضلوا زي ما هم. منطلع ال CH3O I، بعدين هاي بتتفاعل مع الأسيتيت أنيون، يعني بدال ما حطينا مي حطينا أسيتيك أسيد، أسيتيك إيستر. الإيستر بدال ما كان البرودكت الأسيتيك أسيد بصير الأسيتيك أنهايدرايد. طبعا الأسيتيك أسيد والأسيتيك أنهايدرايد بالكيمياء الاثنين من بعض، يعني الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. إذا عندي أسيتيك أسيد بنعمل له ديهايدريشن بيعطينا أسيتيك أنهايدرايد، عندي أسيتيك أنهايدرايد بعمل له هيدروليسيس برجع الأسيتيك أسيد، فطلع أسيتيك أنهايدرايد بدال الأسيتيك أسيد. بس بدال ما كنا ناخذ الووتر مولكيول اخذنا الاسيتيك انهايدرايد، الاسيتيك ايستر. وهاي العمليه جابت فلوس كثير للمونسانتو بروسيس. اوكي، هيك بنكون كملنا الكاتاليتيك سايكلز وكملنا الماده، و هيك يعني خلصت محاضراتنا، اختصرنا شوية من المواضيع، مشينا عليهم أسرع من اللازم لضيق الوقت. في حد عنده أي استفسار يا شباب؟ امتحانكم أي يوم؟ خمسة وعشرين. هلين حج علي 25؟ 25 80. شو بكون يوم إيش؟ 25 شوف على التقويم، يوم الأربعاء أتوقع هيك. أي ساعة؟ 12 ساعة 12 بعطونا عادة ساعة و 45 دقيقة توتل صح؟ لسنتين وشوي. بعطونا عادة ساعة و 45 دقيقة، وإحنا مسموح لنا ساعة ونص ماكسيموم. نشوف كيف كم سؤال بدي أحط لكم ومحط لهم وقت مناسب إن شاء الله. معناها اتفقنا امتحاننا المادة المين جروب مش داخلة، من بداية الميتال كاربونيز النهاية داخلة معنا. أوكي شباب، إذا حدا عنده أي استفسار خلال هاي الفترة يبعث لي يا على التيم يا على الإيليرنينج يا على الإيميل، أي وسيلة أنا بجاوبكم إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيك الخير دكتور، يعطيك ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله منشوفكم الفصل الجاي فيس تو فيس بالجامعة إن شاء الله. والناس اللي قربوا يتخرجوا إن شاء الله بتخرجوا قريبا. تفضل. الله يزيد فضلك دكتور، بالنسبة لعدد الأسئلة راح يكون نفس الميد ولا أقل؟ لا، بجوز أجيب لكم 40 سؤال بساعة وربع، هيك نفكر. إذا صار أي تغيير بكتب لكم إياه على الإي ليرنينج. الله يبارك فيك دكتور ويطول بعمرك ويعطيك العافية يا رب. مع السلامة، وشوفوا بدي أنزل لكم علاماتكم اليوم أو بكرة، بس تأكدوا منه إنه كل شيء تمام. بدي أزيد لكم كل واحد علامتين على العلامة المد. الله يجزاك الخير دكتور، مشكور مشكور.
تأكدوا بس إنه من علاماتكم، وإنه هو المشكلة لأنه كله إلكتروني. sometimes الإلكتروني صحيح كويس وبسهل، بس مرات بخربط. هو دكتور بالنسبة للمواد التخصص، يعني بالنسبة لمواد التخصص التعليم الإلكتروني يعني سيء جدا. لا كل شيء والله التعليم سيء الإلكتروني يا علي. بال فيس تو فيس أحسن، بصير بنقاش أكثر. بنقاش أكثر، والواحد بشوف وبتحرك وبطلع، ويعني كل شيء بتتفتح مداركه أكثر. إن شاء الله الله يجمعنا الفصل الأول إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله يا رب، الله يرفع البلاء عننا وترجع حياتنا طبيعية. طب دكتور تفضلي، خليهم 3 عشان الأفرج يوصل 30. ما مطمعكم يا الطلاب، خلي في جزء للفاينل كمان. يعني 3 ما حتفرق الثلاثة عن الاثنين. طيب خلينا نشوف العلامات كيف توزيعهم مرة ثانية. تمام.